يا فاطمة، واش تعتقد بأن السي يوسف حسينية قادر باش يقود سفينة تاع مقاطعة عين سبع؟ احنا السي الحسينية ما قادش بوحده، قاد بهذ النساء والرجال اللي مضامنين على حساب عين سبع باش تزيد لقدام. كان مشكل على مستوى الرئاسة تاع عين سبع، كيفاش خرجتوا من هذا؟ خرجنا منه لأن اتحاد قوة ضامننا على ود هاد الناس ود عين سبع وشكرا. واش توعدوا السكان تاع عين سبع؟ نوعد السكان عين سبع احنا نقوم ضامنين تال سنتغلبوا تال الاخر.